الأخ سعد من السعودية، عاود الاتصال، تفضلوا أخ سعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله. أسعد الله مساك يا شيبة الحمد. مرحبا بكم. حياكم الله، تفضلوا. يقولون البدوي بس فقد من حلاله راس أو روز، غدا بالبر يهجسه يوجسه مشعث الراس والروز، يفتشه ينبشه بالسهل يسري طعاس بطعوس، وما يغدي يبعد إلا وحلاله شادلهم شقل، والحيدري أسدن هزبر أسس علومه ساس فوق ساس، وظنوا شيوخ العقيدة التاج من توج الراس، ما دروا بالتاج ما يتوج جسد بلياراس، وكم طارت روس براس مسلوب العجل، قال لي يا أبو مشاري كبرت والكبرشين والنقايف، يا أبو مشاري مذله ملة التوحيد دين وبالحشر دين، والناجي الفايز من زين الملة، نشدت وصف لي الباري ومكانه وين، قال فوق العرش ذاك هو محله، ثم قال الخالق الأكوان له يدين، بالحشر نبصره والعين ما تمله، قلت يا عبيد تراك ما ثلث اليهود ما ثلثهم زين، قلت يا عبيد تراك ما ثلث اليهود ما ثلثهم زين، ومن ماثلهم يا عبيد لا توله، هبك طيب. السميع البصير تبصره عين، نعم طيب. هبك السميع البصير تبصره عين، محال نعم. المحيط أحسنت، ينحار له ولا وصلت، ظله. نعم وصلت الفكرة من خلال أبياتكم التي نظمتموها في الواقع، وهي من اللهجة الدارجة سماحة السيد، من بلي من نعم، ولكن فيها معاني معبرة، وصلت جزاه الفكرة. الله خيرا، شكرا جزيلا للأخ سعد. نعم معنا الأخ أبو الحسن.